اهلا بكم اعزائنا المشاهدين وحلقه جديده من برنامج اسال مع ميرا. النهارده مبسوطه جدا جدا لان معانا خبره جديده وحد جديد هيعلمنا حاجات ممكن ما نكونش عرفناها او سمعنا عليها قبل كده، هتعلمنا وتفيدنا مش لينا بس ولاولادنا ولمستقبلنا كمان. احنا بنرحب باستاذ جرجس رزق، فاينانشال ادفايزر من مانهاتن نيويورك. اهلا بحضرتك. كيف اهلا بحضرتك واهلا بالساده المشاهدين. اهلا بيك. طبعا احنا متعودين ان اي حد بيجي لنا من نيويورك بيكون سكايب، بس حضرتك سافرت مخصوص وجيت بالطياره لحد كاليفورنيا عشان تكون معانا. انا سعيد بوجودي معاكم، ميرسي قوي. ميرسي يا فندم، انا بشكرك. طبعا حضرتك فاينانشال ادفايزر، لما بنسمع فاينانشال ادفايزر يعني حاجه مرتبطه بالفلوس او بالاستثمارات، يعني حضرتك استشاري مالي استشاري مظبوط؟ هو نعرف الساده المشاهدين بصفه خاصه الفاينانشال ادفايزر هو عباره عن بيخش في تعاملاته اداره اموال العملاء، نظام التامينات، وفي كمان السيفنج فور كوليدج بلانز، وطبعا واهمها الانشورنس بكل انواع. ده البيزك. وطبعا في حاجات تانية خاصه ب مثلا هيلث انشورنس، كل ما يحتاجه الشخص عشان يعمل بلانز معينه احنا بنقدمها له. اوكي. الفاينانشال ادفايزر الاساس بتاعه او طبيعه عمله ان هو بيساعد العميل ان هو يحقق هدف معين في فتره زمنيه معينه. الهدف ده مالي يا فندم؟ ممكن يكون مالي وممكن يكون بروتكشن. على سبيل المثال مثلا لو عندي عميل بيقول لي مثلا انا عايز لما اطلع المعاش عايز اطلع المعاش مثلا يكون عندي انكم معين، او عندي مثلا لما بعد مثلا عدد معين من السنين لما ابني يوصل للكالج بابا محتاج يكون عندي مبلغ معين عشان يدخل بيه الكالج. انا دوري بقى كفاينانشال ادفايزر ان انا بشوف البلانز اللي هي ممكن تحقق له الهدف دون. وعشان طبعا نشوف البلانز دي لازم بيتطلب ان احنا نعرف حاجات كتيره جدا عن العميل، عن اللايف ستايل بتاعه، الانكم، الاكسبنسز، كل حاجه، عشان ده اللي احنا بنسميه حاجه اسمها فاكت فايند. فاكت فايند. فاكت فايند بالظبط، ان احنا بنعرف كل حاجه عن العميل عشان نوفر له البرنامج المناسب اللي هو يحقق له الغرض بتاعه. فهو ببساطه choosing the right tool for the right job. طيب اوكي، طب حضرتك مين دلوقتي اللي بيشوفنا دلوقتي يتفرج علينا وتقول ان الحلقه دي موجهه ليه علشان الناس تعرف مين يقدر يستفيد النهارده؟ كل الناس بتستفيد من الفاينانشال بلاننج، كل الطبقات. يعني احنا عندنا كل جينيريشن وكل الطبقات، في الطبقه مثلا اللي هو اللو انكم بيستفيد من كلامنا، في الميدل كلاس بيستفيد من كلامنا، وفي طبعا اللي هم الهاي نت ورث بيبل اللي هم اللي عندهم هاي انكم بيستفيد من كل حاجه. بس هنا اللي بيختلف ان كل واحد له ديفرنت نيدز، له احتياج مختلف عن الشخص الاخر. مظبوط. ولذلك ان احنا عشان كده بنعمل مره ثانيه موضوع الفاكت فاين، بنجمع معلومات كتير عن عن العميل، وبالتالي ان احنا بنديله البرودكت المناسب. طيب بالنسبة. حضرتك ممكن اعرف حضرتك بقالك قد ايه في البيزنس يا فندم؟ انا اولموست تقريبا 16 years 16 فاينانشال سيرفيس ده الميجر. كل تعاملاتي زي ما قلت لحضرتك هي اداره اموال العملاء والريتيرمنت بلان اللي هي انظمه المعاشات، الانشورنس بكل انواع، وحاجات ثانيه زي السيفنج كوليدج بلانز. طيب انا طبعا يعني هنحب ان انا ابتدي معاك من السكراتش لان ده كلام ممكن يكون جديد علينا او على البرنامج او على المشاهدين. طبعا كتير مشاهدين اكيد عارفين او فاهمين، بس كتير برضو ممكن ما يكونوش عارفين طبيعه الحاجات دي ايه. يعني مثلا اللو انكم مثلا يقول لك يا ده كلام ده للاغنياء، انا عايز اعرف ازاي نقدر نبتدي من السكراتش، لان انت قلت لي ان هي ستيبس وحاجة بتليد لحاجة تانية، مظبوط؟ تمام. فإحنا عايزين نبتدي من السكراتش معاك، هتبتدي لنا بإيه يا فندم؟ السكراتش أولاً حضرتك عايز السلايد. السلايد ممكن نبتدي بالسلايد، المخرج يساعدنا بالسلايد. أول سلايد. أول ستيب، أوكي. أول ستيب هتكون هي زي ما قلت لي هي تسلسلات، مظبوط؟ بالظبط. بالنسبة ل دي بالنسبة للسلايد ده بيقول لك بالظبط إن إحنا
بنواجه اربع حاجات في حياتنا. اوكي. وازاي بنتعامل معها؟ بنقابل مثلا المرض بنواجهه بان احنا يكون عندنا الهيلث انشورنس. مظبوط. الديزابيلتي بيبقى عندنا نوع من انواع الديزابيلتي انشورنس اسمها ديزابيلتي انكم انشورنس، وبعض انواع التامين بتقدم نفس برضو البنفيت. الحاجه الثالثه اللي هي الويلث بروتكشن، ازاي ان احنا نتجنب كل المشاكل الماليه في المستقبل. والحاجه الرابعه اللي هو طبعا كلنا بنتعرض لها سونر اور ليتر، ان هو يعني لا قدر الله الواحد لما بيتوفى، ودي طبعا بنواجهها بموضوع اللايف انشورنس. فالاربع حاجات دول هم دول البيزك. وبعد كده لما نيجي نبدا من قبل ما نخش في البيزك بتاع الفاينانشال بلاننج او الفاينانشال بلاننج بيرميت اللي هو الهرم بتاع التخطيط المالي السليم، اول حاجه بنعملها او بنيجي نتكلم عليها في ثلاث مواضيع انا خصيتهم بالذات. الثلاث مواضيع دول من اهم المواضيع اللي هم بيتبني عليهم الفاينانشال بلان. ولكن انا لاحظت في الفتره الاخيره ان المواضيع الثلاثه دول تقريبا ما فيش حد بيتكلم عنهم، او حتى لو حد اتكلم عنهم بيتكلم عنهم بسطحيه، ما بيدهمش تغطيه وبعض التفاصيل الكامله عشان الناس تفهمها. هنا الموضوع ده بيأثر بطريقه سلبيه جدا على الناس، لان انا ببساطه دايما لازم تكون تتوفر عندي ثلاث حاجات عشان اشتري اي برودكت. تمام؟ مظبوط. الثلاث حاجات اللي هم لازم يتوفروا عشان اشتري اي برودكت، اول حاجه النيد، لازم اكون محتاج البرودكت ده. تمام؟ البرودكت ده اللي هو السلعه، اي سلعه. انا بتكلم اللي هو المفهوم العام يعني. الكونسبت. اوكي. تمام؟ فالسلعه عشان اشتريها لازم تتوفر فيها ثلاث شهور، اني انا اكون محتاجها. الحاجه الثانيه لازم يكون عندي درايه كامله وعارف عنها كل حاجه وفاهمها. الحاجه الثالثه اني اكون اقدر على ثمنها، افوردابيلتي. فالثلاث حاجات دول لازم يكونوا متوفرين عشان شراء سلع. ولكن اللي انا لاحظته برضو زي ما قلت لحضرتك، ان لما المواضيع دي كلها بتيجي تتعرض على الناس، يا اما ما بتتعرضش، يا اما بنتكلم عليها بسطحيه هايلايت. فالناس ما بتحسش ان هي يعني حاسه ان هي الموضوع ده هل هو مفيد ليها بالظبط، ينفع معاها ولا لا. فهنا ده دورنا النهارده ان شاء الله، احاول ابسط الموضوع والناس اوصل المعلومه دي للناس كلها. اوكي يا فندم. طيب هو يوجوالي يعني انا طبعا عارفه ان حضرتك ليك تسلسل معين، بس يوجوالي اللو انكم زي ما قلت لحضرتك نفسهم يعرفوا هل احنا نقدر نعمل حاجه، هل نقدر ندخر، هل انا معايا مثلا 5000 دولار؟ دي الاسئله البسيطه خالص. هل انا معايا 5000 دولار؟ هل اقدر اعمل تامين على حياتي، على حياه اولادي؟ هل ده يفيد الناس اللي في مصر؟ كل الاسئله دي طبعا احنا عايزين نعرفها، بس حضرتك هتبتدي معانا بايه النهارده؟ التسلسل اولا احنا يعني مش عايزين نخش على يعني عايزين نمشي بالتسلسل الهرمي. اوكي. الهرمي. تمام؟ ممكن نشوف التسلسل ايه؟ الهرمي. الهرمي بالظبط كده. اوكي. لما نيجي نبص على التسلسل الهرمي ده اللي بيسموه فاينانشال بلاننج بيراميدز. اوكي. ده مكون من اربع حاجات باختصار جدا وببساطه بالنسبه للمشاهد، ده كل الناس طبعا المشاهد العادي ممكن يفهمه. اول حاجه لازم نبدا بالاساس، الاساس اللي هو لازم تكون عندنا اي حاجه ليها قيمه لازم نامن عليها، زي العربيه، بيت، بيزنس، حياتي انا نفسها. تقولي لي طب ايه الفاليو بتاع حياتك؟ الفاليو بتاع حياتي اللي هو معروف جدا ان هو قيمه العائد اللي انا بعمله، هو ده الفاليو بتاعي. فلازم الحاجات دي كلها تبقى مأمن عليها، لان اي حاجه من دول مش بروتكتد، مش متأمن عليها. لو حصل لها اي حاجه ضرر مالي، يبقى في الحاله اللي زي دي هتعمل مشكله وهتأثر على الخطوه التانيه. يعني ده تقريبا اي حد ينزل من المطار لازم هيعمل انشورنس على الاوتو وعلى الصحه، وبعد كده ما يشتري بيت وكمان لازم الانشورنس على اللايف. بالظبط. هو طبعا بالنسبه لموضوع العربيات والبيوت والحاجات دي كلها، هي طبعا باي لو اللي هي مانداتوري، فهو ايه الشخص هيعملها يعمل. تمام. فاحنا هنا بنتكلم على الشيء اللي هو الشخص المفروض، احنا هنا بنوجه رساله لكل شخص. الموضوع ده اهم من كل
الانواع التانية في التامين. ليه؟ عشان انا بحس ان هو سلعه مش مرغوبه. مش مساله مرغوبه، هي الناس مش مركزه عليها. والسبب اللي يرجع في الكلام ده كله ان الطريقه اللي بتتعرض عليها، اللي بتتعرض بيها، حتى لما تيجي مثلا تروحي مكان معين تعملي تامين عشان حاجه تانية، تبص تلاقي يعرض لك موضوع الايه، اللايف انشورنس. بس ده موضوع مهم ولازم يباع بطريقه مستقله، ما يتحطش حاجه اكسترا، لازم. لان ده على فكره ده يعتبر من اعقد المواضيع، من اعقد المواضيع، ولازم ياخد وقته وتفصيل معين. فاحنا لما نيجي بنيجي نتكلم على الفاينانشال بيرمنت، زي ما قلنا قبل كده ان هو بيبدا بال بروتكشن. اي شيء يكون له قيمه عندي فعشان كده هو التامين مبني على فكره possibility of financial loss for anything with value. بالظبط. فاحنا هنا بنتعامل بيه بالتامين بالظبط. ده البيزك بتاعنا. لما نيجي نتكلم بقى على البيزك بتاعنا، هتبص نلاقي ان التدرج الهرمي اول حاجه عملنا بروتكشن على كل حاجه عندنا. تمام كده مظبوط، ده اول حاجه كده ابتدينا صح. كده ده البيزك الاساس. اي مبنى بنعمله لازم يكون الفاونديشن بتاعه الاساس. لو حصل خلل في الاساس نفسه، ده بيأثر على الادوار والحاجات دي كلها. فبالظبط هو احنا كده ماشيين. الحاجه الثانيه حاجه اسمها اكيوميليشن. اكيوميليشن، انا خلصت البروتكشن اللي عندي، امنت على كل حاجه عندي، يبقى انا كده عندي بيس اوف مايند، راحت بال. تمام. بعد كده بخش اكيوميليشن الفلوس بقى. الخطوه الثانيه ان انا عندي بلان. ايه هي البلان بتاعتي؟ البلان بتاعتي دي لازم افكر في المعاش، ابدا في بدري. لو حبيت ان انا مثلا اعمل سيفنج للكوليج لاولادي، لازم اجهز، لازم يكون عندي emergency money، ودي حاجه مهمه جدا. ولو حبيت ان انا مثلا اخش في بزنس او اي حاجه، يبقى ده تاني حاجه اللي هي الاكيوميليشن، يكون في فلوس بتتحوش. تيجي المرحله الثالثه بقى اللي هو الانفستمنت. الانفستمنت انا خلصت نمبر 1، نمبر 2، نيجي على نمبر 3 اللي هو الانفستمنت، اللي هو الفائض بتاع الفلوس بتاعتي اللي موجود. فانا لو عملت بيها انفستمنت او اي حاجه، حتى لو جاست ان كيس الفلوس دي مثلا ما حققتش اللي انا العائد اللي انا عايزه او كده، فبالتالي انا مش هتضايق، لان دي مش كل اللي عندي. يعني انت قصدك ما اعملش انفستمنت بكل الفلوس اللي معايا؟ طبعا لا، اكيد لازم امشي خطوه خطوه، 1 2 3 بالظبط. اخر حاجه اللي هي رقم 4، اللي هي كل مثلا انا عملته، الفلوس اللي عملتها، البيزنس اللي عملته، اذا كان عندي بيوت، عقارات، كل الحاجات دي كلها، دي كلها في الاخر اسمها الاسيتس بتاعتي، دي الاستيت بتاعتي، دي اللي ولادي او المستفيدين فيما بعد هيحاسب عليهم ضريبيا. فلازم ابقى متاكد تماما ان الحاجات دي هتوصل لهم بطريقه سهله، وفي نفس الوقت ما تعمل لهمش مشاكل ماليه في الدرج. ده البيزك. لكن للاسف الشديد مش كل الناس بتعمل كده. لو بصينا على السلايد اللي بعده، هتبص نلاقي الناس بتعمل العكس. بتنزل العكس، بتعمل العكس ازاي؟ القاعده العامه باختصار ان انا دايما في الاول بحوش، وبعد كده ايه، بعد ما بحوش اعمل سيفنج ببتدي اصرف. لكن كل الناس بتعمل العكس الهرمي دون، اللي هو ان احنا بنصرف وبعد كده ايه اللي بيفيد بنحوش. ده طبعا بيعمل لنا مشاكل كتيره ماليه. ده الاساس بتاع الفاينانشال بيرمنت اللي هو بنمشي عليه بالطريقه السليمه. تمام؟ أوكي. احنا يا جماعه بس عشان نبقى واضحين، احنا نحوش والباقي من التحويش نبتدي نصرف بقى. ايوه مش العكس. بالظبط. يس. عشان ببقى عارف ان انا ايه، التحويش اللي انا عملته ده كله حوشت وكل حاجه، بيبقى ايه، بحس ان في فلوس زياده. تمام. فالتحويش ده معناه ايه ببساطه؟ معناه ان انا مثلا حطيت الامرجنسي ماني اللي انا اتكلمت عليها، عملت حساب للبروتكشن للتامين، ولادي عمل لهم السيفنج عشان مستقبلهم والتعليم، عندي كل حاجه متغطيه، فانا بلاقي اكسترا ماني، مفيش مانع ان انا بقى ايه ابتدي اصرف. بالظبط كده. فده بيبقى ماشي بطريقه سليمه على المال. بس يا فندم انا شايفه ان يعني حضرتك قلت ان التامين على الحياه مش ناس مرغوب، مش مرغوب فيه قوي من الناس، لكن هو برضو يعتبر من الاساسيات. طبعا. بالظبط. طيب. اوكي. ليه التامين على الحياه اول سؤال بنساله مهم جدا؟ اول حاجه بنقول عليها التامين على الحياه زي ما قلنا اللي هو الاساس.
الحاجه الثانيه ان هو مش من ضمن المساعدات اللي بتقدمها الجوفرمنت. بتقدم الجوفرمنت بتقدم مساعدات زي فاينانشال ايد، فود ستامب، مساعدات ماليه اخرى، لكن مش بتقدم ده. عايزه تقول لك بطريقه غير مباشره انت مسؤول عن ده. ففي ناس كتير للاسف الشديد، وهنا نرجع للنقطه الاولانيه، ان زي ما قلنا قبل كده الناس اللي هي اللو انكم دايما بيبقى تقريبا كل اعتمادهم على البنفيت بتاعت الحكومه، ولكن هنا الجزئيه دي مش من ضمن الحاجات اللي بتقدمها الحكومه، يبقى هنا هم مستفيدين من الموضوع ده، لازم يفكروا فيه كويس جدا لان دي مسؤوليتهم هم. تمام؟ ده بالنسبه للناس اللو انكم. لما نيجي بنتكلم على الميدل كلاس، دول المجموعه اللي هي المظلومه، ولا عارفه تاخد بنفيت من الحكومه ولا عندها اكسترا ماني. تمام؟ بالنسبه طبعا للناس اللي هم الهاي نت وورث، دول مسؤولين عن نفسهم. They can cover themselves. تمام؟ اوكي. فلما نيجي نسال اي حد كده بصفه عامه هتلاقيه له مطلبين. المطلب الاولاني بالنسبه بتقول له طب انت ايه طلباتك؟ او ايه اللي انت عايز تحققه؟ حاجتين، اول حاجه ان انا اقلل الضرائب بتاعتي واقلل الريسك، يعني اي خساره ماليه، ضرر مالي او اي حاجه. الحاجه الثانيه ان انا عايز اعمله لو عايز ازود العائد بتاعي وازود الريت اوف ريتيرن، اذا كان مثلا انترست او جاي لي عائد او ازود الانكم بتاعي. ده المطلب بتاع كل الناس. السؤال هنا بقى ازاي نحقق ده؟ ازاي نحقق ده؟ هل ممكن نحققه ولا ما نحققوش؟ وازاي نحققه؟ لازم عشان نحقق الكلام ده كله لازم طريقه علميه سليمه بالنسبه زي ما قلنا قبل كده للفاينانشال بيراميد، له طرق معينه. تمام؟ اوكي. طيب الطرق المعينه دي كل اسرار هتقولها لنا النهارده طبعا اكيد عشان كده موجود، وبحاول طبعا ابسط الموضوع لكل الناس عشان تفهموا بطريقه سلسه مبسطه، وهنحاول نغطيه من كل النواحي بحيث ان اي واحد يكون حتى عنده سؤال او اي حاجه هيلاقي اجابته في الكلام بتاعنا. اوكي يا فندم. طيب اوكي هنبتدي دلوقتي. طيب هل العلاقه التامين بالحياه ايه برضه في التخطيط المالي؟ اوكي، زي ما قلنا قبل كده علاقته ايه بالتخطيط المالي؟ اول حاجه اتكلمنا عليها ان هو احنا قلنا هو الاساس بتاع التخطيط المالي البرودكشن. هو واحد من البروتكشن. البروتكشن الاساسي هو البروتكشن نمبر واحد. احنا هنا بقى هنطلع من البروتكشن ده موضوع التامين على الحياه بصفه خاصه. اوكي. هنطلعه ايه؟ بصفه خاصه. اوكي، ليه هنطلعه بصفه خاصه؟ بسبب بسيط جدا، لو عرفنا ان التامين بيخش في ايه في حياتنا هتلاقي داخل في كل حاجه. زي ايه بالظبط؟ زي ايه؟ اول حاجه هتبص تلاقيه ان هو اول بيل بيجي لنا، البيل اللي بيجي لنا ناخد سلايد شو بعد كده. البيل اللي بيجي لنا شيء طبيعي، اللي هو اول بيل اللي هو بيجي للناس، اللي هو البيل بتاع التكاليف بتاعت الوفاه والحاجات دي كلها. اول حاجه البيل دون اصبح يتراوح ما بين 7000 و 10000 دولار، مبالغ بيزيد تقريبا افري سنجل يير حوالي ما بين 8% ل 10% افري سنجل يير. الباد نيوز ان البيل دون ما نقدرش نتخلص منه. لازم ندفع ايه؟ لازم ندفع. ده اول بيل. تمام؟ ده بالنسبه. طيب الحاجة الثانية والسؤال المهم جدا، how we run the household. دلوقتي رب الأسرة مش موجود، البريد وينر. اوكي، تخيلي على هذا الأساس بقى مش موجود، هو الانكم، الولاد يتعلموا ازاي، المورجج يدفع ازاي، الرينت، الاكسبنسز ده كله. فاحنا كده أهم حاجة بيعملها التأمين ان هو بيبقى عبارة عن حاجة اسمها دخل بديل للأسرة، كأن رب الاسره موجود، دي بتحل محله ماديا. تمام؟ تخيلي لو الكلام مش موجود ايه هي المعاناه والمشاكل اللي ممكن تقابلها اي اسره. طيب خلينا معلش بعد اذنك نقف هنا، مش عايزه اقطعك لان الكلام يعني شيق جدا، بس احنا معانا مدام ساميه وبعدين نكمل تاني. اوكي؟ اتفضلي مدام ساميه. الو، مساء الخير. مساء النور يا فندم. انا بس عندي سؤال. واحده قريبتي عندها طفلين وهي متوسطة الدخل. أيوه. تعمل ايه عشان تأمن حياة ولادها؟ متوسطة الدخل. طيب شكرا.
هو ده سؤالك؟ شكرا لكم. ميرسي، شكرا. طب ده سؤال بسيط خالص، ممكن ناس كتير جدا، شكرا مدام سامية، تفكر فيه. ممكن نكمل وبعدين نرجع لسؤال مدام سامية. طبعا اكيد. اوكي، احنا قلنا نمره واحد البيل بتاع موضوع التكاليف الوفاه، رقم اثنين اللي هي فلوس بتعتمد عليها الاسره من بوليصه التامين ان هي تمشي حياتها، كارنت واكسبنسز والحاجات دي كلها اللي هي بنسميها دخل بديل. الحاجه الثالثه الايدوكيشن. ايوه الايدوكيشن هنا ناس كتيره جدا بتعتمد اعتماد اول واخير على اي حاجه من الحكومه. الفاينانشال ايد يا جماعه مش كفر كل حاجه، وخاصه ان انا لو عايز ادخل ابني او بنتي مثلا كليه كويسه او اي حاجه، ده له ليميت، له ليميت معين بالظبط. فايه اللي بيحصل لو انا مش مرتب الاول؟ اول حاجه بتقابلني او اول مشكله بتقابلني هي ايه؟ ايه؟ ستودنت لون. ودي اكتر حاجه دلوقتي هي يعني الزعر، الزعر بتاع الطلبه والانترست ريت اللي بيزيد وكل حاجه، غير ان الاب او الام هم دايما بيبقوا الضامنين بتاعه الكوساينر وبيعمل لهم مشاكل ماليه عديده جدا. تمام؟ طب ليه انت توصل للمرحله دي؟ طب ما انت عندك تشانس، عندك تشانس، واحسن وقت تقريبا ان انت تعمل حاجه زي كده اول ما الطفل اقل من 5 سنين نبتدي نجهز له ونعمل له سيفنج. بالظبط كده. ده بالنسبه للإديوكيشن. تمام؟ هنا ليه هنا بقى دور ايه اللايف انشورنس في الموضوع زي ده؟ بالظبط. في حاجات معينه بتتعمل في اللايف انشورنس، طريقه معينه لبعض انواع اللايف انشورنس بتتعمل بطريقه اسمها كاستم، بفصلها تفصيل معين. نرجع بقى تاني للفاكت فاين. ايوه للفاكت فاين. انا عندي طفل مثلا 4 سنين، بعد 14 سنه هيخش الكوليج، عايز يكون عندي مبلغ قد كده، يبقى في الحاله اللي زي دي بنعمل له بلان يحقق له الغرض بتاعه. ما هو تاني الفاينانشال ادفايزر هو choosing the right tool for the right job. yes. تمام؟ okay. هو كده. ده بتخش بالنسبه لموضوع التعليم. الريتايرمنت، ودي جزئيه هقف عندها بسرعه جدا. لما نيجي نتكلم كده في حاجه بسرعه، الريتايرمنت ده جاي منين؟ المعاش او الفلوس بتاعت المعاش بتاعت اي شخص بتيجي منين؟ من 3 حاجات. الحاجه الاولانيه البيزك سوشيال سيكيورتي، مظبوط، نمره واحد. الحاجه الثانيه البنشنز. البنشنز دي اللي هو ممكن اي بلان هو ممكن يكون واخدها من الشغل بتاعه او هو عاملها لنفسه، زي الاي ار اي والحاجات دي، ال401k وال403b، سمبل اي ار اي، ساب اي ار اي، كيريو بلان، كل الحاجات دي كلها هي عباره عن برايفت، انظمه معاشات خاصه. تمام؟ والبنشن اللي هو بيجي من الشركه بتاعته، سواء 403b لو هو تيتشر، 457 بلان اللي هو لو شغال مثلا اوفيسر، بوليس اوفيسر، وال401k دي اللي هي اللي منتشره جدا في كل الشركات دي، اللي هي بنسميها البنشن. تمام؟ الحاجه الثالثه اللي هي بتيجي من الاسيتس، حاجه هو بيمتلكها بتطير عليه بعائد، عنده مثلا عقار بيجيب له رنت، عنده بيزنس بيجيب له حاجه، عنده ستوكس بوندز بيجيب له عائد. فدول ال3 حاجات اللي هو بيعتمد اي شخص عليهم على المعيش. تمام؟ فلما نيجي نتكلم على البيزك اللي هو كل الناس موجود عندها، اللي هو البيزك السوشيال سكيورتي. فهنا السوشيال سكيورتي المفاجاه، المفاجأة ببساطة جدا، كل واحد كل واحد لو عمل بس كده ان هو عمل دخل على الويب سايت ssa.gov ssa.gov هيفاجأ، هيحط السوشيال سكيورتي بتاعه ويعمل باسورد ويوزر اي دي، هيفاجأ ايه هو المبلغ اللي هيقعده بتاع السوشيال سكيورتي. انبليفبل. انا عارفه اقل من $1000، وكمان بيقولوا ان هو شويه يعني بشويه بشويه، كنت لسه بقى اسمع اعلان في الراديو ان هو هيختفي يعني. هيختفي. ده هيبقى له حلقه خاصه لانه في ديتيلز جديده جدا مش عايزين نشتت الناس. فدي من ضمن الحاجات اللي برضو بتخش فيها موضوع اللايف انشورنس، ان هي بتعمل حاجه اسمها انهانسمنت. انهانسمنت اني انا عندي مبلغ بتاع السوشيال سكيورتي قليل، فمحتاج حاجه مكمله معاه عشان اقدر اعيش. فهنا بتيجي نوع معين من اللايف انشورنس بستخدمها، بعمل لها حاجه اسمها سلرب، SLIRP سبلمنتال لايف انشورنس ريتايرمنت بلان.
النوع ده من الانشورنس بيجي عند سن المعاش بيديني انكم. فالانكم ده مع السوشيال سيكيورتي فالعمليه ممكن تمشي، بس لازم برضه تتعمل لها قسم يعني تفصيل معين ويتحط فيها مبالغ معينه. تمام. وطبعا sooner better than later، كل ما بتبقى بدري البوليسي بتعمل فلوس اكتر، وبالتالي ده بيأثر على الانكم اللي بيجي. تمام. طب الكلام جميل قوي يا فندم، بس عشان برضو الناس ما تتخضش، يعني يقول لك يا سيدي انا بعمل مثلا 2000 دولار في الشهر، مصاريفي مثلا 1800 دولار، انا معايا 200 دولار، تاخد 100 دولار وتقدر تساعدني في الشهر؟ هل في حاجه اسمها كده ولا ما فيش؟ اه طبعا كل واحد على حسب امكانياته. ما هو انا بصي الموضوع ما هوش بلاك اند وايت. أيوة. كل واحد ممكن يعمل ريتايرمنت بلان. كل واحد ممكن يعمل بلان، بس البلان بتاعته بتبقى بيزد على زي ما قلنا قبل كده بعض العوامل، بيزد على المبلغ اللي بيدفعه. ما ينفعش مثلا واحد يجي يقول ايه انا هدفع 100 دولار في الشهر وعايز يبقى مثلا عندي انكم على المعاش مثلا في الشهر 5000. It doesn't work that way. بالظبط. اه في مقاييس معينه، فبنحاول نشوف له البيست بلان اللي هي تحقق له اللي هو عايزه بالظبط في حدود امكانياته الماديه. بالظبط. بنحاول نوصل اللي هي كومبرومايز، معادله او حل وسط يحقق له اللي هو عايزه وفي نفس الوقت يعني يبقى عنده زي سند او بالظبط حاجه مكمله بس سند. أيوه. شويه في المستقبل، او يحس ان هو بيس اوف مايند شويه في المستقبل. بالظبط كده. اه مظبوط. طب حضرتك معلش انا كنت المفروض اسالك ده السؤال ده في الاول، بس حضرتك موجود في نيويورك، بس تقدر تساعد اي حد في اي ولايه لان كل الولايات طبعا بتشوفنا. انا سو فار 15 لايسنس نيشن وايد، اهمهم نيويورك، نيوجيرسي، بنسلفانيا. يعني ممكن نقول الايست كوست، الايست كوست ستيت معظمها دوينج بزنس، واحيانا عندي بعض الكلاينتس في طبعا فرايتي في الديفرنت ستيت، بس هو البيزك عندي اللي هو النورث ايست. نيويورك، بنسلفانيا، اوهايو، نيويورك، بنسلفانيا، ماريلاند، فيرجينيا، يا كناتيكا. يا هو ده البيزك، ده البيزك عندي. حوالي يمكن بنتكلم على 7-8 ستيتس وبنعمل اكسباند دلوقتي، وطبعا موضوع الحاجات دي كلها طبعا بتتم دلوقتي اونلاين. فما فيش داعي ان هو يعني ما بتبقاش تتطلب فيس تو فيس. يعني ممكن اي حد. طب والولايات اللي تحت بقى يا فندم الجنوب برضو بتقدر تساعدها؟ هو هقول لحضرتك على حاجه، هو لما بيكون عندي مثلا مور كلاينتس فيها بتقدر تاخد اللايسنس. بالظبط. لكن مش مجرد مثلا واحد كلاينت طلب مني اي حاجه، انا احيانا بديله فري كونسلتيشن، بقول له ممكن يعمل ايه، لكن مش مجرد كلاينت. اي كلاينت يطلب مني حاجه بعمل له اللايسنس. بس عامة رقم حضرتك موجود اللي هو 646-643-4040. يس. يقدروا يتواصلوا معاك، تقدر ترد عليهم، بيقول لك السيتويشن بتاعي، بيحصل ايه في المكالمه يعني؟ في المكالمه بالظبط هو في حاجتين بيحصل. اول حاجه ممكن يكون بروسبكت، كلمه بروسبكت يعني واحد بيفكر ان هو يعمل حاجه. أيوه. لسه مش كلاينت. وممكن واحد تاني يكون اوريدي مثلا كلاينت، زبون وعنده برودكت معين فعايز يستشيرني فيه. هنا انا عايز اتوقف نقطه مهمه جدا على الحته دي كلها. ايوه. نصيحه مهمه جدا، توخى الحذر. ايوه. 100% بقولها تاني، لما تيجي تبدل البوليسي بتاعتك دايما ما بيبقاش في مصلحتك، دايما ما بيبقاش في مصلحتك لاسباب كتير جدا. ابجريدنج مثلا مش في مصلحته. هنا انا بتكلم على تبديل البوليسي بتاعته مش على الابجريد. هو شيء طبيعي جدا ان هو ممكن مثلا ياخد انشورنس جديد زياده من حقه لو عايز، لكن تبديل البوليسي بتاعته الاساسيه لازم يتوخى الحذر، لان موست لايكلي تبديل البوليسي ما يبقاش في مصلحته. ليه؟ لان ممكن يعني خلينا نتكلم بطريقه عمليه، اي واحد هيجي يقعد معاه بيحاول ان هو يعمل بزنس، تمام؟ فكل اللي هيعمله انه هيمسك البوليسي بتاعته هيقول له دي فيها كذا وفيها كذا، هيطلع له كل عيوب. تمام. ومش هيعمل مقارنة عادلة، مش هيقارن ما بين البرودكت بتاعه النوع التاني اللي عنده والنوع اللي عنده، دايما هيركز على نقط الضعف في البوليسة اللي عنده وهيركز على نقط الإيجابية بتاعته. أيوة. فبالتالي هيقنعه ان هو يبدل البوليسة بتاعته، وده دايما ما بيبقاش في لصالحه. وللأسف الشديد ممكن كثير جدا في ناس بتتضرر بسبب ممكن يكون عدم خبرة
الايجن نفسه، قله الخبره، او بيعمل لمصلحته هو، او ممكن يكون عن جهل او اي حاجه. فعشان كده توخى الحذر في تبديل اي بالاسي عندك، عشان ببساطه في حاجات كتير الايجن ما بيقولكش عليها، ان انت هتعمل كشف طبي جديد، سنك كبر وانت بتعمل ابلاي، يعني هتعمل ميديكال اكزام جديد. في حاجه تانية اسمها كونتسبل بيريد، اول سنتين دايما في اول البوليصه بيبقى من حق شركه التامين ان هي ممكن في بعض الاحيان لو لقيت اي مشكله ما تدفعش بوليصه التامين. فهو اوريدي في البوليصه القديمه عدى السنتين دول. فلو عمل واحده جديده هيبدا كونتسبل بيريد جديده. طيب خليني بقى اسالك، طب انا دلوقتي عندي واحده ومش 100% ساتيسفايد عليها، اسيبها اروح اعمل واحده جديده يبقى عندي اثنين، ينفع اعمل اثنين ولا طبعا لا؟ تعملي اثنين ثلاثه زي ما انت عايزه، از لونج ان انت يو نيد ات. ما تعمليش بالاسي كتيره تحس ان هي ملهاش اي لازمه. لازم تاخدي الاماونت المناسب بالنسبه لك. أوكي. الاماونت المناسب اللي هو اللي انت فعلا محتاجاه. بالظبط كده. وتعملي حاجه اسمها ديفرسيفيكيشن إيه؟ بمعنى ان انت مثلا ممكن تاخدي بوليسه مثلا مؤقته جنبها بوليسه دايمه، بحيث ان هي يبقى في نوع جنب نوع. طيب احسن بقى نوع للتامين، لان حضرتك جيت دلوقتي في نقطه مهمه، احسن نوع للتامين ايه؟ اولا موضوع احسن نوع من التامين ده، انا سؤال اتسالني اكتر من مره. بالنسبه لي كل الناس بتساله على فكره، ما عنديش انسر لسبب بسيط جدا. ما فيش حاجه اسمها احسن نوع للتامين. اللي انا اقدر اقوله لك ان هو وان سايز دازنت فيت اول. ما فيش حاجه بس تقدر تنفع كل الناس. بس اكزامبل ممكن اللي هو اللايف تيرم اللي هو يعني اكتر حاجه يعني طول العمر، ده المفروض احسن حاجه، ان انا ما اعملش حاجه تيرم صغير بس تبقى على طول، صح؟ طب انا هقول لحضرتك مثل بسيط. طيب احنا اتفقنا كده في الاول ان كل الناس محتاجه التامين، صح؟ ده حقيقي. طيب فرض ان انا عندي اسره لسه جايه جديده، حتى الاطفال يا فندم. طبعا ابسولوتلي طبعا. هنفترض مثلا ان انا عندي ايه، اسره جايه جديده، او واحد امكانياته ضعيفه. في الحاله اللي زي دي ده اهمله يعني خلاص؟ لا، الحياه ما هيش بلاك اند وايت. لازم يكون عنده تامين بصرف النظر عن النوع، وفي المستقبل يعمل له ابجريد. تمام. فمش معنى كده ان انا اقدر اقول ان احسن بوليس التامين هي البوليسه الدايمه، لا. انا بقول ان ممكن تكون بوليس التامين دي اللي هي المؤقته ممكن تنفع بعض الناس. لو واحد مثلا عنده مورجش والمورجش بتاعه 30 سنه، طيب انا ايه اللي يخليني اخد بيرمننت؟ هو اوريدي عنده البيردن، عبء المورجش عليه، فهو بيحاول يدور على حاجه رخيصه لان المورجش اوريدي عبء عليه. تمام. فانا بحاول اشوف له الهدف الاساسي ان انا اغطي له البيت بتاعه، بحيث لو حصل له اي حاجه المورجش بتاعه يتعمل لي باي اوف. فبعمل له بوليصه رخيصه ماشيه مع مده المورجش بتاعه اللي هو تكون 30 سنه وقيمه اللون بتاعه. طيب ممتاز قوي. طب معلش انا جالي سؤال بس من استاذ كريم، عشان هو سالني كذا مره، بيقول how the person can build a portfolio for the financial investment. انا مش فاهمه السؤال. طبعا اوكي. عشان يعمل بورتفوليو للانفستمنت بتاعه، اول حاجه لازم ثلاث حاجات. في حاجه اسمها تايم هورايزن، تايم فريم، هو عايز يحقق ايه في خلال فتره زمنيه معينه، التايم فريم اللي هو بيسميه تايم هورايزن. الحاجه الثانيه ان احنا بنشوف حاجه اسمها ريسك تولرنس. اوكي. الريسك تولرنس ده بالعربي كده معناه ايه؟ هو العائد اللي هو منتظره. هل هو بيدور على حاجه فيها مغامره، هاي ريسك اجريسيف يعني بنسميها، او هو كونسرفاتيف يعني راجل متحفظ يعني ممكن يقبل بانترست بسيطه. الحاجه الثالثه الايج بتاع الشخص مهم جدا. كل ما الشخص بيكون سنه كبير خاصه ابروشنج المعاش او كده، لازم احطه في كونسرفاتيف، لان ده تقريبا البورتفوليو بتاعه بيبقى قريب من المعاش بتاعه، فلازم ابقى ضامن ان الفلوس دي هتبقى موجوده لسن المعاش. اوكي. فعشان كده البورتفوليو ده بيتحدد بكذا عامل، اللي زي ما قلنا التايم دي حاجه، الحاجه الثانيه اللي هو الريسك تولرنس اللي هو العائد اللي هو بينتظره. لا، لو هو بيدور على حاجه اجريسيف او اي حاجه لازم يتحمل الخساره، لان ايه؟ انا منتظر هاي ريت، يبقى انا لازم ايه؟ يبقى في جزء هتحمل منه الخساره. الحاجه الثالثه اللي هو برضو بيتحط في الحسبان
اللي هو ايه الايج بتاعه، وبناء على سكور معين احنا بنعمله كويشنير بنسالها للعميل، فبالتالي انا بقدر احدد اللي هو هل هو شخص متحفظ كونسرفاتيف او مودريت رجل متوسط او اجريسيف. الحاجات دي كلها بنحددها مع بعض بنعمل له البورتفوليو بتاعه. ده بالنسبه يعني برضه حضرتك بيكلمك بيقول لك انا سني كذا انا ظروفي كذا كذا وتقدر تساعده، يعني ممكن حد يستفيد بحاجتين او بثلاثه، ممكن حد يكون مناسبه لي حاجه واحده بس اوبشن من اللي حضرتك بتقدمه. طبعا كل واحد له توجهاته بناء على الاسئله دي. احنا بنعمل حاجه اسمها انفستور بروفايل، هو عباره عن مجموعه من الاسئله بناء على الرد بتاعه احنا بنحدد بالظبط الاتجاه بتاعه، هيكون كونسرفاتيف هيكون مودريت او هيكون اجريسيف بناء على اسئله معينه اللي هي بنسميها الانفستور بروفايل. بنيجي بنقول له على فكره انت السكور بتاعك مثلا 72 ده هيحطك مثلا في مودريت. مودريت ده عاده بيبقى شخص بيبقى عايز يجي له يعني هاي ريت بس في نفس الوقت ان هو ممكن يكون متحفظ قوي ان المبلغ الاساسي اللي بيحطه ما يخسرش فيه الى حد كبير، بيبقى عايز يطلع له من عنده. ده ببساطه يعني. أوكي. طيب احنا عايزين نرجع لسؤال استاذة سميرة اعتقد او مش عارفة مش فاكرة اسمها، بس هي يعني ده برضو السؤال البسيط للناس البسيطة، انا متوسطة الدخل وعندي اطفال، هل انت دلوقتي تنصح انها تعمل ايه لاطفالها؟ ادخار مدارس؟ اولا هنا برضو نرجع لنفس الفكرة، هنا برضو لازم اسأل يعني السؤال دوان المفروض ان هو يبقى فيه مور ديتيلز تفاصيل اكتر. لازم اعرف سن الاولاد، هل هي سنجل مام في زوج، هل هي بتشتغل، الانكم بتاعها ايه، عايز هي ايه من التأمين بتاعت الاولاد، هي عايزة بروتكشن يكون متأمن عليهم بس او عايزة ان هم يعملوا سيفينج تتحوش لهم فلوس. فالسؤال في حد ذاته عايم شوية فمحتاج مور تفاصيل عشان اديها بالظبط ايه اللي ممكن تعمل. اوكي طيب احنا عندنا يعني حاجة حلوة قوي عايزين نتفرج عليها، فبعد اذنك هنطلع فاصل صغير. فاعزائي المشاهدين ولو المخرج يحضر لنا الفاصل، فاصل حلو جدا وعجبني جدا نشوفه، ونرجع تاني مع استاذ جرجس رزق من منهاتن وبيعلمنا ازاي نستثمر فلوسنا ونحافظ على مستقبل اولادنا ونخلي مستقبلهم مشرق. فاحنا فرحانين جدا بوجوده معانا النهارده، نطلع فاصل ونرجع على طول. Here in the heart of downtown Manhattan at the Financial District of New York, our office has helped clients nationwide for over 15 years with kindness and accuracy. We have assisted thousands with protecting their lives, loved ones, and assets. We've also helped them achieve their financial goals. Financial advisor Gerges Resk assisted them with concerns such as retirement, investment, saving up for education, and much more. We currently work with over 50 of the best carriers. Our services are available in Manhattan, New Jersey, and Long Island. Our friendly and knowledgeable staff are always at your service. With financial advisor Gerges Resk, when experience and trust come together. Please call today for a free consultation. لكم تاني اعزائنا المشاهدين ومع استاذ جرجس رزق فاينانشال ادفايزر وكمان بزنس وبيرسونال بلانر. مظبوط. طيب انا رحت منهاتن، مكان جميل جدا جدا، فاللي ما راحش منهاتن يروح يشوفها. فيري نايس. بيزي شويه بس هو الفاينانشال ديستريكت اللي هو الاوفيس بتاع فيها اللي هو يعني ذاتس هاو ذا ماني كومز فروم نيويورك، يعني فيها النيويورك اكسشينج ستوك اكسشينج وفيها فيها. هل حضرتك بتساعد في الحاجات دي الستوك تشينج وكده؟ يعني بس يعني دي لبعض الناس، يعني انا بتكلم على البيزك اللي ممكن اكبر عدد كبير جدا من الناس تستفيد منها منه. بعد كده بنخش على ليفل تاني، المهم هو يبدا زي ما قلنا قبل كده بالبيزك. مظبوط. بعد كده اوكي طيب احنا كنا بنتكلم على التامين على الحياه، وانا عايزه اعرف ايه اللي بستفاده تاني من التامين على الحياه. اوكي بعض الناس ما يعرفوش ان ممكن استخدم التامين على الحياه في البيزنس. اوكي ازاي بستخدمه في البيزنس؟ ببساطه كده انا عندي بيزنس وعندي شريك بارتنر، يعني احنا بنعمل حاجه اسمها باي سيل اجريمنت، ان انا بعمل بوليصه على شريكي وهو بيعمل بوليصه عليا،
بحيث لو اي حد فينا في البيزنس توفى انا باخد التعويض فبشتري كل البيزنس. وهل شريكك هيوافق بالكلام ده يا فندم؟ ما انا بدفع له وهو بيدفع لي. اوكي. يعني هي بتبقى لكن لو اكتر من اتنين بيبقوا في تلاتة بنعمل حاجه اسمها كروس اجريمنت، برضه نفس الحكايه، هي بتبقى عباره عن بوليس التامين لكل المجموعه اللي شغاله، عشان لو اي حد حصل له اي حاجه بوليس التامين بتدفع نصيبه في البيزنس ده. منتشر جدا. من ضمن الحاجات برضو اللي بتتعمل ان هو في حاجه اسمها كي امبلوي، لو انا عندي عامل مهم جدا بيعتمد عليه البيزنس فبامن عليه، زي مثلا عندي شيف في ريستوران هو ده اللي بيعتمد عليه المطعم فبامن عليه، بحيث انا اللي بدفع له اقساط التامين، وبالتالي لو حصل له اي حاجه التعويض بيعوضني عن خساره. ده برضو من ضمن الاستخدامات بتاعه اللايف انشورنس. في حاجه مهمه جدا برضو بعض الناس ما تعرفهاش، اللي هي استخدام اللايف انشورنس كضمان. ضمان لايه؟ ضمان لو انا عايز اعمل ستوديو لون او عايز اعمل بيرسونال لون، فالجهه اللي بتديني اللون احيانا بتطلب مني ضمان. كان عندك اسيت يعني. ايوه بالظبط. اوكي. فكل اللي بعمله ان انا باخد بوليس التامين دي بحول له، بحط الجهه اللي هتديني اللون ان هي بحطها البنفيشال المستفيد، بحيث لو حصل لي اي حاجه هم ضامنين فلوسهم. از سبونسر يعني، لو او كوساينر والحاجات دي. بالظبط كده. ودي بتنفع طبعا في الاستوديو اللون وفي البيزنس لون وهكذا، دي مهمه جدا. في برضو المورجش، بوليس التامين بتخش فيه زي ما قلت من شويه، ان انا لو عندي مورجش عندي بيت، ايه اللي بيحصل لما صاحب البيت بيتوفى؟ البنك بيجي يحجز على البيت. ده حقيقي. بالظبط. طيب عشان امنع ده ببساطه جدا، لسه قايل ان انا بعمل بوليس التامين ماشيه مع مده اللون 30 سنه ومع قيمه اللون نفسها، بحيث ان لو حصل اي حاجه بوليس التامين دي بتدفع اللون وبتعمل بي اوف، وبالتالي الاسره بتحتفظ بالبيت. برضه من ضمن الاستخدامات بتاعه اللايف انشورنس زي ما قلنا قبل كده، ان هي ممكن استخدمها بطريقه غير مباشره، ان انا اعلي الكريدت بتاعي. ازاي؟ ازاي؟ انا ببص على مثلا انا عندي لايف انشورنس، في بعض انواع اللايف انشورنس بتبقى فيها بيتحوش فيها فلوس، تمام؟ اوكي. ف ببص على اللايف انشورنس اللي عندي بشوف فيها رصيدي قد ايه، اللي هو بيسموه الكاش فاليو. بتعمل بتبني فلوس. بتبني فلوس. طبعا مش بتبني فلوس على طول، معظم الانشورنس زون اول سنتين ما بتبنيش فيه فلوس. بنبتدي نبص لما البوليسي تقدم شويه 5 6 7 سنين، ابص الاقي اني اللايف انشورنس دي بقى فيها رصيد معين. فكل اللي بعمله ايه؟ لو انا عندي بالانس كبير قوي في الكريدت كارد. ايوه. كلنا عارفين ان الانترست ريت بتاعت الكريدت كارد بتبقى عاليه جدا، بتتراوح ما بين 12 ل 16 واكتر كمان. طيب ده بيبقى عيب عليا، فانا لو رحت بصيت على البوليسه بتاعت التامين بتاعتي اروح واخد منها قرض، وعاده القرض في بوليس التامين الانترست بتاعته بتتراوح ما بين 4.5 ل 5.5. طيب ممكن اعمل ايه؟ اخد القرض ده من بوليس التامين اعمل باي اوف للكريدت. يبقى انا وفرت قد ايه؟ كتير في الانترست ريت. فايه اللي حصل؟ ان انا لما بعمل باي اوف للبالانس بتاعي، ودي اكتر حاجه بتاثر على الكريدت كارد اللي هو البالانس هاي بالانس، بتبص تلاقي ان السكور بتاعي عالي، وبالتالي بطريقه غير مباشره لو حبيت مثلا اعمل اشتري عربيه فاينانس او بيت باخد انترست ريت كويس. طب حضرتك عايز تقول لي ان انا دلوقتي لو رحت عملت لايف انشورنس واقدر اعمل الحركه دي الكريدت بتاعي يعلى، ولا لازم نقعد السنتين اللي حضرتك قلت لي عليهم؟ لا لا، اول سنتين لازم انتظرهم. معظم بوليسي ما بيبقاش فيها رصيد. الرصيد بيبدا من اول السنه الثالثه. ايوه. ولما كل ما بتعدي سنه بعد سنه بيبقى الرصيد بتاعك عالي، وبالتالي ممكن استفيد منه استفاده اكبر. في عندنا برضو كده حاجتين بسرعه، ان اللايف انشورنس زي ما قلنا قبل كده، ممكن لو على سبيل المثال ممكن لو انا ما عنديش مثلا مستفيد او وريث او اي حاجه. أيوة. ممكن اسيبها للشارتي نون بروفيت اورجانيزيشن، ملجا او الكنيسه او لحد في بلدي الكنيسه. او اي حاجه بالظبط كده. ده بالنسبه لللايف انشورنس. كمان ممكن ان هي بتخش في حاجه اسمها اسيت بريزيرف.
بمعنى asset preserve معناها ان في بعض الناس بيبقى اغنياء والاغنياء دول هيبقى عندهم مشكله ان هم لو راحوا يستخدموا اللي هي اللونج تيرم كير ان هو حد يجي يساعدهم في البيت واخد بالك يجي يساعدهم في البيت اللبس والشرب والحاجات دي كلها ده بياخد ايه فلوس ففي الحاله اللي زي دي لازم يستخدم الفلوس اللي عنده فهنا في انواع معينه من بوليس التامين هي بتدفع الكلام ده لللونج تيرم كير للناس اللي هم بدل ما يروحوا النيرسينج هوم واخد بالك والحاجات دي كلها دي بتصرف عليها ده بالنسبه لبوليس التامين يعني كل بوليس التامين تعمل كل الحاجات دي طبعا واكتر من كده وباي ذا واي ان في حاجات تانية بقت اصبحت ليجل ريكويرمنت بوليس التامين بتخش فيها زي مثلا بعض القوانين بتجبر مثلا الزوج في حاله الديفورس ان هو يعمل بوليس التامين عشان يدفع الشايلد سبورت او الالموني والحاجات دي كلها يس بقت داخله بقت حاجات ليجل دلوقتي فليها اهميه كبيره جدا جدا الناس لا تتخيلها فعشان كده اللي انا عايز اقوله لو كل التفاصيل دي كلها اتقالت لاي شخص هو اساسا خاصه في مجتمعنا الشرقي مش مؤمن قوي بموضوع اللايف انشورنس اكيد هيفكر اكتر من مره ان الموضوع ده في غايه الاهميه بالظبط طيب ممكن حد يسمعنا دلوقتي يجيت اكسايتد ويقول لك انا عايز اعمل بوليس التامين بعد 6 شهور بعد 8 شهور يخسر شغله فور اني ريزون ما يقدرش يدفع الفلوس تمام في الحاله دي بيخسر كل اللي دفعه ولا ايه اللي بيحصل اوكي هنا هنا شركات التامين دايما بتبقى بتحاول ان هي تقف جنب الكلاينت ما يهمهاش ان الكلاينت يكنسل البوليسي هنا في حلول كتير اول حاجه ممكن لازم نسال نفسنا السؤال الاول أيوة. هو ليه مش قادر يدفع البوليسي هل هو عن نتيجه عنده فاينانشال هاردشيب مشاكل ماليه ولا مثلا عن طريق عجز او اي حاجه ثانيه مثلا يعني هتبقى اكيد فاينانشال هاردشيب اوكي فاينانشال هاردشيب ما هنا مشكله البوليس التامين اللي هي بتبقى الضحيه لما بيجي واحد يبص على الليست بتاعته بيشوف المصاريف اول حاجه بيشيلها هي موضوع اللايف انشورنس هنا في حلول كتير قوي الحل الاول ان هو ممكن لو مش قادر يدفع بوليس التامين ممكن يكلم شركه التامين ان هو يقلل له التعويض بتاعه ممكن يقول لهم قللوا لي التعويض لو واحد مثلا عنده نص مليون ممكن يخليها له مثلا ربع مليون او اي حاجه فبالتالي القسط هيقل دي حاجه اوكي في حاجات تانية على حسب نوع بوليس التامين في بعض انواع بوليس التامين ان هو يطلب من شركه التامين ان هو يقلل القسط بتاعه ودي في بعض الانواع زي بوليس اسمها يونيفرسال ايوه اليونيفرسال دي بيبقى دايما الشخص بيدفع فيها اكتر من ثمن الانشورنس نفسه بيبقى فيه فلوس زياده لان باختصار كده انا لما باجي بعمل بوليس التامين اول جزء من الفلوس اللي بتدفع هي بتغطي التعويض بتاعي هديلك مثل بسيط عشان الناس تبقى فاهمه انا عملت بوليس التامين اللي هي مثلا زي اليونيفرسال تمام تكلفه التامين اللي هي التعويض اللي انا اول حاجه بدفعها دي بتتشال من الفلوس اللي انا بدفعها في الاول فلما نيجي نتكلم مثلا بالارقام انا مثلا عندي بوليس التامين بدفع فيها 200 دولار تمام فهتلاقي منهم ان حوالي 40 50 دولار دول رايحين للايه للتامين نفسه يعني دي فلوس رايحه هيبقى عندي 150 دولار ايه زياده اللي هم بنسميهم الكاش فاليو الرصيد الزياده ايوه اي رصيد زياده اكتر من ثمن التعويض تمام ده ممكن اتحكم فيه لو انا بدفع 200 دولار اتصل بشركه التامين اقول لها انا عايز ادفع بس ثمن التامين اللي هو ال 50 60 دولار اوكي مش عايز كاش فاليو دلوقتي ولو الظروف بتاع معقده ولو الظروف بتاعت اتحسنت فيما بعد ممكن يرجعها 200 دولار تاني طب ده كلام جميل جدا هل في شركه لطيفه كده تسمع الكلام كده او تحاول تساعدك بالشكل ده طبعا ده هو اللي يساعدك في حاجه زي كده اللي هو الايجنت بتاعك او فاينانشال ادفايزر او البروكر لو هو فعلا بيتعامل لان في مجالنا هو لونج تيرم ريليشن شيب علاقه طويله تمام لما حضرتك بتيجي تشتري تامين او اي حاجه هو بتشتريه وانس ا لايف مش زي مثلا تامين العربيه بيتغير ممكن كل سنه او البيت او ده حاجه بتشتريها مره فانت هنا لازم تبقي متاكده من الشخص اللي انت بتتعامل معاه عنده خبره ودايما يهمه مصلحتك
فلما تيجي تقولي لي انا عندي المشكله الفلانيه يقول لك اوكي 1 2 3 دي الحلول بتاعتك، ممكن تعملي كده، اختاري كده، اختاري كده، اختاري كده، ما هياش بلاك اند وايت. في بعض الناس بقى لو كل الحلول ما نفعتش معاها ممكن تعمل حاجه اسمها توقف البالاس بتاعتها لفتره زمنيه، بتعملها فروز كده مش فروز يعني، بوقف فيها الـ 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 يعني الدفع فيها وبرجع اعمل لها حاجه اسمها ري انستيت برجعها تاني. تمام، بحيث ان انا ادفع كل الفلوس القديمه وارجعها تاني لما الوقت بتاعي يتحسن. يعني مش يعني في اكتر الحالات او كل الحالات انا مش بخسرها، لا ما بتخسرهاش. دايما شركه التامين بتحاول ان هي تساعدك على، لان ببساطه انا لو عندي فاينانشال هاردشيب تمام، بس عندي التزامات ثانيه، يعني عندي رينت، عندي مورجج، فلازم هيكون بدور على بديل شغل او اي حاجه، عشان مش عشان الانشورنس، عشان ادفع الالتزامات الثانيه. بالظبط كده، حقيقي مظبوط. اكزاكتلي كده. طيب ده مهم جدا. طب هو في سؤال جالنا من دندونة ماهر، بس اعتقدش ان السؤال ده يتماشى مع الحلقه، بس هي بتقول هل لازم يكون البيوت تورث الاولاد من غير بوليصه التامين؟ ده موضوع مختلف خالص، بس هل حضرتك عندك اي راي؟ اولا يعني هو طبعا موضوع خارج، بس ما فيش حاجه اسمها البلوس البيوت تورث الاولاد. اول حاجه لازم نسال فيها، اولا كل ما الشخص بيدفع مورجش في البيت ما هواش مالك للبيت، مش لا يمتلكه، فما ينفعش يورثه. تمام، فموضوع زي دون هو بمجرد ما بيعمل بي اوف للبيت، او هنفترض ان السؤال دون عند حد يمتلك البيت فعلا، في الحاله اللي زي دي يفضل ان هو يعمل ويل دي بتتعمل على المحامي. ايوه yes. مظبوط، يعمل طبعا. ويل ان هو دي حاجه، لكن طول ما هو بيدفع مورجش او اي حاجه هو لسه ما امتلكش البيت، فبالتالي ما ينفعش يورث البيت. طيب انا عارفه ان انت لما بتيجي تعمل بوليصه تامين بتحط مثلا مدام، بتحط اختك، بتحط مامتك، الحاجات دي، هل الاطفال اللي اندر ايج ممكن تحطهم ولا لا؟ اوكي اكيد طبعا، بس طبعا هنا لما بنيجي نسمي الاولاد هنا توقف برضو على السن بتاعهم، لو كانوا ماينر يعني اقل من 18 سنه. فالماينرز لا يحبذ ان هو احطه رقم واحد مستفيد، لازم احط حد قبله اللي هو اسمه يا اما احط تراستي او كاستوديان زي وصي. بحيث لو الشخص جرى له اي حاجه ما ينفعش اطلع تعويض بشيك اديه لطفل ماينر. ففي الحاله اللي زي دي اول ما بيوصل لايج 18 الفلوس بتوصل له، لكن اندر ايج 18 يفضل ان هو يكون في ادولت نمره واحد. ودايما الاطفال بنحطهم كده في مصطلح في التامين اسمه كونتينجن، اللي هو لو الشخص الاولاني المستفيد مش موجود يبقى الكونتينجن يروح للايه؟ للطرف الثاني. فدايما بحط ادولت او كاستيديان او تراستي قبل الاولاد لغايه لما اوصلوا سن 18. Yes. اوكي طيب ممتاز جدا. طيب في احيانا الواحد بيقول لك انا بعمل بوليصه عشان تعمل لي تبني لي فلوس، طب انا جيت في وقت محتاج فلوس اخد من البوليصه، هل في حاجه اسمها كده؟ طبعا. طيب دي بتبقى بوليصه التامين من ضمن استخداماتها ان انا ممكن، اوكي في بعض انواع بوليصه التامين بتدي لك حاجه اسمها ارباح يعني ديفيدندز، كلمه ديفيدندز يعني ارباح. فبوليصه التامين لما بتدي لك ارباح ممكن تستخدم الديفيدنس ده بطرق مختلفة، ممكن تاخديها كل سنة كاش يجيلك شيك بالأرباح. الحاجة التانية ممكن تستخدم الأرباح دي تقللي بيها القسط، يعني مثلا هنفترض ان انت بتدفعي مثلا $1,000 في السنة او $2,000 وانت الأرباح بتاعتك $300، يبقى انا بدل ما ادفع $2,000 هدفع 1700، يبقى انا استخدمتها بايه؟ بقلل بيها القسط. الحاجة الثالثة اللي بستخدم بيها الأرباح إن أنا بعمل حاجة اسمها paid up addition. paid up addition يعني بسيبها في البوليسي، فتراكم الأرباح مع الفلوس اللي أنا بدفعها بيوصل لمبلغ معين، في الحالة اللي زي دي بيخليك إن أنت تتوقفي عن دفع البوليصة. يعني بعد كده تدفع نفسها. بالظبط كده. دي اسمها paid up addition، ده في حالة واحدة لو أنت ما خدتيش قرض من البوليصة ودفعت البوليصة إيه؟ on time. On time لمدة يعني بتدفعها في ميعادها، ما بتتأخريش وكده. مدة مثلا 10 سنين 20 سنة ممكن. بتختلف من كل واحد للتاني على حسب الأرباح المتغيرة، ممكن أحد يبقى 17 18 إلى آخره. ده من ضمن برضو وممكن تاخديها كقرض
بتاخدي زي ما قلنا قبل كده ان انت ممكن تاخديها كقرض تعمل بيه اللي انت عايزاه، تدفع بيه كوليج داون بيمنت لبيت، ممكن تدفع بيها بالانس على الكريدت كارد بتاعك، فهي وين وين سيتويشن بالنسبه لك. طب ممتاز. طيب قبل ما اسالك السؤال، في استاذ احمد معلش يعني بعت لي كتير قوي، استاذ احمد طبجي بيسال لو انا عايز ابتدي عمري ما عملت قبل كده بوليس التامين وعايز ابتدي ببوليس التامين، هل في حاجه للمبتدئين في بوليس التامين ولا اي حاجه ممكن تنفعني؟ كلمه مبتدئ هنا برضو بنقسمها لحاجتين. مبتدئ يعني ايه؟ مبتدئ يعني هل هو لسه مثلا جاي البلد جديد وعنده لو انكم، الانكم بتاعه مش كبير، او مبتدئ برضو يتوقف عليها السن. اوكي. فدايما انا بقول للناس كل الناس محتاجه التامين، ففي الحاله اللي زي دي لو هو مبتدئ كلو انكم انا بنصح دايما ان هو يبدا بالترم اللي هي البوليس المؤقته. وانا بعد شويه هعدي على شرح كده الفرق ما بينهم. فالبوليس المؤقته دي حاجه بتبتدي بيها بالظبط كده زي رنت اوبشن تو باي، يعني بشتري بوليس الترم عشان دي بتعتبر ارخص الانواع، وفي الحاله وبعد كده فيما بعد بعمل لها ابجريد احولها لبوليس دايم. أوكي. يبقى انا اهم حاجه عملتها ان انا امنت على نفسي، وفي الابجريد انا ما بعملش كشف طبي تاني، فدي بتبقى رخيصه. بالظبط كده. يس. انا بلحق بسرعه وانا سني صغير اعمل اي حاجه بسرعه، بعد كام سنه حتى لو حصل اي حاجه بعد الشهر ببقى خلاص شفت التامين بتاعي الكشف الطبي بتاعي وبقدر اعمل ابجريد واغليها واخليها. اكيد طبعا دي انا بنصح بيها اللي هم الناس المبتدئين او لسه جايين، عشان في مشكله تانية ان لما بتيجي تشرحي انواع التامين بتقولي مثلا المزايا بتاعتي، فتلاقي كل الناس اتجهت لنوع معين اللي هو البوليسي اللي بتحوش فيها فلوس والحاجات دي كلها، فدي بتعجبه جدا. فلما تيجي تعجبه جدا وتيجي تشرحها بقى النوع الثاني اللي هو البوليس المؤقته اللي هي ما بتحوش فيها فلوس الى اخره، فيقول لك لا انا عاجباني البوليسه ايه الدايمه. فهنا يجي يقول لك ايه، طب يو نو وات، اوكي انا هستنى شويه لما يكون معايا فلوس واشتري الثانيه. فده غلط. ايوه. فهي ما فيش حاجه اسمها بلاك اند وايت، اشتري دي ما تستناش. اشتري دي وفيما بعد ان انت ايه ممكن تحولها لحاجه ثانيه. طيب ده كلام ممتاز جدا، يعني احنا ما نستناش ونقول ممكن الساعه الجايه حالتي الماديه تتحسن ممكن نبتدي بحاجه صغيره ونكبر وهي بتكبر وقبل ما سننا يكبر. طيب لان ببساطه حضرتك قلت نقطه مهمه جدا، بوليس التامين بتعتمد على 5 فاكتورز. أيوة. خمس حاجات مهمه جدا. ايوه. السن نمره واحد، النوع اللي هو الجندر فيميل او ميل، الست بتبقى ارخص لسبب عشان اللايف سبان، اللايف اكسبكتيشن، العمر الافتراضي ليجالي يا ابروشن كل سنه اصبح دلوقتي العمر الافتراضي للهيلث بيبل بالنسبه للرجاله 86 وبالنسبه للسيدات 90 وبيعدي كده. فكل ما الشخص بيعيش اطول بالنسبه لشركه الانشورنس بيبقى الاس بتاعه اقل، يبقى ده رقم 2 النوع. رقم 3 الحاله الصحيه is very very important، فكل ما الشخص بيبقى يونج بيبقى هيلثي. مظبوط. الحاجه الرابعه اللي هي بنسميها اللي هي البيرسونال هابت والحاجات دي كلها، لو شخص بيدخن الوزن والطول بيتدخل. بعد كده بنخش على الحاجات التانية، نوع البلان اللي هيختارها وحجم التعويض. الفايف فاكتورز دول هم اللي بيحددوا الاسم بتاع الشخص. sooner is better. اوكي. طيب هو احنا الوقت بتاعنا بيجري بس في سؤال مهم عايز اساله لحضرتك، هل في اي حاله الشركه تقول لك لا انا مش هدفع التعويض؟ لا، هو قانونا ما فيش حاجه اسمها انا ما اقدرش ادفع التعويض. احنا زي ما اتفقنا قبل كده قلنا في حاجه اسمها الكونتستبل بيريد اللي هي فتره تقاضي الحقائق بالنسبه للسنتين الاولانيين، تمام؟ دول لو الشركه اكتشفت ان في اي حاجه ما كانتش مظبوطه في العقد او في حاجه مثلا اتعملت مقصوده، زي مثلا الاسم فيه حرف غلط. لا 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 لا. هي بتبص مثلا ايه، واحد مثلا كاتب ان هو مثلا مش مدخن وهو مدخن. ايوه. واحد عنده مرض معين واتضح بعد كده لا في حاله الوفاه ان هو مثلا مات بسبب المرض ده، فكل الحاجات دي ما كانش عارفين. ايوه بالظبط. في الحاله اللي زي دي الشركه بيبقى عندها الحق اللي هي اثناء الكونتستبل بيريد اللي هي اول سنتين ان هي ترجع. القسط للشخص مع شويه انترست، لكن ما بتدفعلوش تعويض. لكن بعد السنتين بصرف النظر اللي حصل لازم تدفع له تعويض. فهمت حضرتك. حتى لو في اي خطا او اي حاجه.
بالظبط. اوكي بس عشان حضرتك قلت نقطه دلوقتي ممكن الناس تجيت كونفيوز، اللي هي ان ممكن الشركه لو انت عندك مرض مش معنى كده ان الشركه هترفض تعمل لك التامين، بس هتعمل لك التامين وهي عارفه. يعني طبعا. مفيش شركه تيجي تقول لك لا انا مش عايز اعمل لك تامين. لا هو وانس ان كل البيانات بتاعت الشخص اتحطت موجوده ان هو مثلا دايبيريز مش عارف ايه الحاجات دي كلها، مفيش مشكله. لكن احنا بنتكلم على الحاجات اللي بتتخبى، اللي هي المسليدنج، اللي هي استخبت او واحد دراها او كده، دي بتدي شركه التامين الحريه ان هي تعمل حاجه اسمها انفستيجيشن وما تدفعش القسط في اول. يعني مش مثلا حد بيشوفنا دلوقتي اوفر 60 او اوفر 70 يقول لك لا اصل انا كنت عامل عمليه في القلب مش هقدر اعمل. لا 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 الحقيقة. انا دايما بقول بس للناس كلها، ايوه بقول if you don't try you have zero chance. صحيح. if you try there is always a chance. ده حقيقي. انت مش هتخسر حاجه، انت قدم، ايه الورست سيناريو؟ تاخد رفض، السعر يبقى غالي او اي حاجه، بس ابدا على قد ما تقدر early، لان اليونج ايج بيبقى سعرهم احسن. المفروض ان هو بيبقى هيلثي، المفروض ان هو ايه بيبقى عنده opportunity اكتر. كل ما الواحد بيكبر في السن الاوبشنز بتاعته بتقل، وبيبقى فيه قدامه ثلاث حاجات بيوصل لها في النهايه، اللي هي بنسميها الكوست اوف ويتنج، ضريبه الانتظار. يا اما بياخد سعر عالي جدا، يا اما بياخد رفض، يا اما الحاجه الثالثه اثناء الانتظار بيروح السماء بيطار. طيب لو احنا عملنا دلوقتي سمرايز للي احنا قلناه، انا عايزه اقول لحضرتك ان انت لو انت ما عندكش تامين خالص ابتدي بالترم زي ما حضرتك قلت تقريب. ابتدي بالترم لان الترم ده هينفعك في حاجات كتير جدا، هيامن لك ممكن على الفينرال، على الموت، على المورجج ممكن تعمله 30 سنه، ممكن كمان يساعدك لو انت هتاخد لون ستودنت لون او بيرسونال لون بياخدوا التامين ده. قول لي لو انا غلط. لا كضمان. طب ده انا شاطره جدا. ضمان هياخدوا ضمان هيساعدك في حاجات كتير جدا جدا. واحنا عندنا اسئله كتير والناس عندهم اسئله كتير جدا والوقت بتاعنا بيخلص. حضرتك نصيحه توجهها للناس، وانا عايز اطلب منك طلب، انا عارفه ان هو تو ماتش، انا عارفه ان انت مسافر وممكن يكون عندك سفر، انا مش عارفه هتسافر امتى، بس اتمنى لو نقدر نعمل حلقه بكره لو حضرتك لسه موجود. شور، ما فيش مشاكل. انا عارف طبعا ان هيبقى صعب جدا ان احنا نغطي كل التفاصيل دي، لان انا يهمني جدا الناس توصل لها التفاصيل كلها كامله. وده طبعا موضوع ما ينفعش ان احنا نتكلم فيه باستفاضه. أيوة. وتفاصيل في مجرد ساعه. اوكي. فاحنا تقريبا لسه يعني نص الحاجات ما اتقالتش. أيوة. وانا عارف ان في اسئله كتير يعني. في اسئله كتير، والناس اللي سالتني انا يعني بتاسف لكم ان انا ما قدرتش اسال كل اسئلتكم، بس بكره حضرتك من 4 ل 5 تكون معانا ان شاء الله. ان شاء الله. بكره من 4 ل 5 هتستنوني مع استاذ جرجس رزق، وهنتكلم تاني على الانفستمنت وعلى التخطيط المالي وازاي نقدر تساعد نفسك واسرتك في الحياة. أنا عايزة بقى نصيحة تديها للناس يستفادوا بيها النهاردة، أو يبتدوا أول خطوة أعملها النهاردة لو أنا مش مهتم بالتخطيط المالي، أبتدي إزاي؟ هو في وقت قدينا وقت حضرتك خد وقتك. لا لا لا. هو إحنا عدينا الوقت بصراحة. بس أوكي. هو باختصار أوكي، هو في نصايح كده بسرعة. أول حاجة بالنسبة للتخطيط المالي، في حاجة مهمة جدا إن أنت أي واحد لو عمل هوم وورك قاعد مع نفسه هيلاقي في حاجات كتيرة جدا ممكن يوفر فيها فلوس. زي ايه مثلا؟ يعني باختصار كده مثلا لو عمل حاجة اسمها ديفنسيف كورس، اللي هو شركة الانشورنس بتاعت العربيات معظمها عندها حاجة اسمها كورس بيتعمل ياخده اونلاين. في الحالة اللي زي دي الكورس ده هيوفر له حوالي 10% من الانشورنس بتاعه. ديفنسيف كورس اي حد ممكن ياخدها؟ اي حد. ودي بتقلل له البوينتس بتاعته وبتوفر له اتليست 10%. طب ده اميزنج. من الحاجات التانية اللي احنا برضو ايه ممكن نساعد بيها الناس ان هو ايه سيفنج ماني، زي ما قلت قبل كده ان هو في مثلا بعض الحاجات انا عندي يعني الناس ممكن تبعت لي ايميلز، انا عندي ليست كبيره جدا بحوالي تقريبا 75 ويز يوفر. هو بصراحه هو معايا الورق هنا لو المخرج يجيبه انا شكلي فرحانه بيه جدا وهقراه النهارده. عايز اعرف ايه 75 ويز دول علشان توفر فلوس؟ طبعا كلنا عايزين نوفر فلوس. فيها توفير فلوس كتيره جدا وما بتخطرش على بالنا، خاصه مثلا لو احنا لو بصينا مثلا على البنك بتاعنا، البنك ستيتمنت دايما بيبقى فيه حاجه اسمها ترانزاكشنز فيز وكده. طول ما انت ما بتستخدميش البنك بتاعك اللي هو التيلر انت بتتعافي من الترانزاكشنز في دي. يعني حاولي ان انت تعملي ديبوزيت او ويزدرو من الاي تي ام ماشين، ما تستخدميش البنك.
وفي حاجات تانية مثلا خاصة بالكيبلز، في حاجات تانية اللي هي الباندلينج، ممكن اعمل مثلا انشورنس عربية مع انشورنس بيت. في حاجات كتيرة دي من ضمنها. النصيحة التانية برضو اللي عايز اقدمها للناس، اللي هو لما يجي يخش في موضوع التأمين ده، موضوع ياخده على السايد، ما ياخدوش حاجة اكسترا. يعني ما يروحش ياخد مثلا انشورنس بتاع مثلا عربية او اي حاجة وياخد فوقيها الانشورنس بتاع الحياة، دي حاجة مستقلة. ولازم يعرف كبير. كبير جدا وكمبليكيتد. بكرة ان شاء الله لما يبقى في تشانس هنشرحه بالتفصيل والانواع. الحاجة التالتة اني انا دايما لازم ابعد عن الاصدقاء والمعارف والناس اللي بتدي نصايح غلط. انا ممكن اساسا واحد ما يكونش مقتنع بفكرة التأمين، عن انهزام يعني. هيأثر عليا، مش هعمل والكلام ده كله. هو انا بسأله سؤال، يا صديقي العزيز او يا قريبي، لو في حاجة حصلت للأسرة بتاعتي هتيجي تتكفل بيهم؟ بس فدي حاجة ماليش دعوة بصديقي، ممكن احنا اصدقاء، بس مش ده الشخص اللي ممكن اسأله في حاجة زي كده، لان هو مش متخصص. يعني اقدر اقول يا فندم، لو انت you care about your family you have to take care of your family، حتى لو انت مش موجود في الدنيا، اذا كان للست او للراجل او لاي حد. بالظبط كده. دي برضو من ضمن الحاجات. الحاجة التانية كده بسرعة، دايما لازم اختار الشخص اللي هتعامل معاه، البروكر او الايجنت او فاينانشال ادفايزر، لازم يكون راجل عنده خبرة، موثوق فيه، راجل امين، كل الحاجات دي كلها، عشان يقدر يديني البرودكت المناسب ليا اللي ينفعني، اللي انا ما بقاش محتاج ان انا اغيره في المستقبل. واخر حاجه بالنسبه برضو لموضوع التامين، هو حاجه يعني ما يتعملش فيها شابراوند. يعني شابراوند اللي هو ايه؟ يعني هسال كل واحد شويه، اسال كل واحد شويه او على سيل او الحاجات دي كلها. الحاجه البرودكت الوحيد اللي هو صعب ان انت تاخد فيه ديسكاونت، باي ذا واي، اللايف انشورنس. بقى ما انت جبت موضوع السيل، وفي ناس كتير جدا بتحب السيل، هل في شهر معين من السنه اقدر اعمل بيبقى في حاجات على سيل؟ لا لا. وحتى لو حد قال لك تعال اعمل لك مثلا انشورنس على الحياه وهدي لك في ديسكاونت، نو از نوت، لانه مرتبط بحاله صحيه وكده، فده ما بيخشش فيها في الباندلنج او بيخش فيها في الديسكاونت. اوكي. طيب في حد بيسال، معلش برضو انا يعني خلصنا الحلقه، بس في حد بيسال القرض بنرجعه تاني لو اخذناه؟ هو بالنسبه للقرض بتاع بوليس التامين ممكن نتعامل بيه بكذا طريقه. اول حاجه اني لو الشخص مش عايز يرجعه ما يرجعوش، بس على الاقل يدفع الانترست. يدفع. بس هو طبعا لازم نبقى عارفين ان القرض بياثر على البوليسه نفسها، اللي هو لو عنده بوليس التامين بتعويض معين، بمجرد ما بياخد منها قرض بتقلل له التعويض بتاعه، ولكن مش مطلوب منه ان هو يرجعه. ده كان سؤال من شيرين منصور، وطبعا رقم استاذ جرجس يعني كان موجود طول الحلقه. الحلقه هتبقى موجوده على اليوتيوب، على الفيسبوك، موجوده طبعا احنا موجودين على نايل سات، ممكن اي حد يتفرج عليها من اي حته في الدنيا. ممكن رقم استاذ جرجس ننزله تاني لو نقدر، وبكره من 4 ل 5 تكون معايا ان شاء الله ونكمل، لان احنا عندنا اسئله كتير جدا جدا، والناس عماله تسالني على اسئله كيف 14 بليز، ممكن نتكلم في الحاجات دي بكره. بشكرك جدا على وقتك. تحت امرك، ومرسي جدا للمشاهدين وعلى وقتكم، وانا سعيد بوجودي معاكم النهارده، وان شاء الله نكمل بقيت كلامنا بكره ان شاء الله باذن الله. ميرسي قوي. شكرا. ميرسي يا فندم. بشكرك واشكر اعزائنا المشاهدين، كانت مشاهده كبيره جدا 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 النهارده. انا فرحانه ان الحلقه نجحت، واتمنى ان بكره برضو تكملوا معانا. لو عندكم اسئله او اي حد من اصحابكم او قرايبكم، ممكن تقولوا ان اسال مع ميرا. بكره هتكون موجوده من الساعه 4 ل 5، من الساعه 4 بتوقيت كاليفورنيا و7 بتوقيت نيويورك. واحنا دايما كل جمعه وكل سبت بنجي لكم علشان نفيدكم. صلوا البرنامج، وبحبكم كتير، وربنا يحافظ عليكم، واشوفكم بكره مع استاذ جرجس رزق. باي باي.